السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف. أتمنى يا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، ومش مفعل زر الجرس يفعله، ومتنسوناش في تعليق حلو كده، ومتنسوش اللايك. النهاردة الفيديو بتاعنا غير أي الفيديوهات بنقدمها، فيديو جديد وغريب وجميل من نوعه جدا جدا، فيديو في الطبيعة ومع الزعتر، مع نبات الزعتر الرهيب اللي هقول لكم في الفيديو ان شاء الله الكبير على الفوائد بتاعته كلها. وزي ما انتم عارفين الزعتر من البهارات اللي احنا بنحبها كلنا في المشويات، وجميله جدا وبنستخدمه في اكلات كتير جدا. وبسم الله ما شاء الله جميل. والرحله ديت رحله طويله، لان طلعنا فوق الجبال، طلعنا تقريبا 10 كيلو وطلعنا على ظهر الجبل خالص، والمسافه من تحت من عند البحر لفوق يعني اكتر من 800 متر فوق سطح البحر في الجبل. ودورنا على الزعتر، وكان في واحد، انا بصراحه ما كنتش عارف نبات الزعتر شكله ايه، بس كان في واحد صاحبي معايا عرفني شكل نبات الزعتر، وجمعنا بسم الله ما شاء الله شويه حلوين، وشكله بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده شكله في غايه الروعه. الزعتر وريحته رهيبه، ريحته رهيبه جدا، وبصراحه جمعنا كميه حلوه جدا ونزلنا من على الجبل، وكانت رحله ممتعه. اتمنى ان انتم تستنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله، الفيديو الكبير اللي هقول لكم على تفاصيل الرحله كلها من اول ما اتحركنا، وبالذات وخاصه ان كنت رايح بالشبشب. قال لي شبشب ايه؟ قال لي البس حاجه جزمه قويه او البس اي حاجه جامده، لان الارض صخريه وفي اعشاب حاده هتعورك وكده. وفعلا ايديا وانا بقطع نبات الزعتر الشكشكت كتير ونشوك ناعم كده، وسبحان الله. وده زي ما انتم شايفين كده، ده التجميع اللي احنا جمعناه بتاع الزعتر، بصراحة ريحته رهيبة وشكله جميل جدا جدا. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، والفيديوهات كلها اللي احنا بنقدمها تعجبكم ان شاء الله. واتمنى دايما ان انتم تتابعونا، وبشكر كل اصدقائي اللي اشتركوا معانا في القناة جداد، وبحييهم تحية من القلب. واصدقائي القدام اللي معايا بحييهم، واتمنى دايما ان احنا نكون مع بعض وفي ظهر بعض دايما، وبنسند بعض ان شاء الله، وبنكبر بيكم ومعاكم. كان معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.